أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تطلع القاهرة إلى تعزيز التعاون القائم مع شركة بريتش بتروليوم في مجال خفض الانبعاثات وتحول الطاقة، بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر، سعياً لزيادة الاستكشافات والإنتاج وتعظيم استفادة مصر من مواردها الكامنة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم برنارد لوني. من جانبه أكد وأشاد لوني بما حققته مصر على صعيد التنمية خاصة في مجال البنية التحتية، بما ينعكس إيجاباً على مختلف مسارات الاستثمار وخاصة في الطاقة والطاقة المتجددة. وعرض رئيس بريتش بتروليوم خطط الشركة الاستثمارية في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة والتي تبلغ 3 مليارات و500 مليون دولار.